وقع كل من معالي الدكتور سعد بن سعود الفهيد رئيس جامعة الخليج العربي والدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة في مملكة البحرين مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وكلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتنظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة البشرية والمادية في رفد النظام الصحي في مملكة البحرين بالبحوث والاستشارات والاستفادة من مرافق الجهتين وكوادرهما البشرية لتعضيد عملية التعليم الطبي والتدريب الخاص بطلبة كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي وتعزيز التعاون البحثي المشترك. إلى ذلك ستشكل وفقا لمذكرة التفاهم لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنسيق وتنفيذ بنود هذه المذكرة والنظر في كل أوجه التعاون المذكورة في هذه المذكرة بين الطرفين ودراسة سبل التنمية المشتركة للتعاون محل هذه المذكرة. والتفاهم على النظم المتعلقة بواجبات الكوادر الصحية من كلا الطرفين وتحديد المسؤوليات التعليمية والتدريبية والبحثية ودراسة احتياجات كلا الطرفين التدريبية والتعليمية والمشروعات البحثية المشتركة. اليوم طبعا وقع مذكرة مهمة جدا بين وزارة الصحة وبين جامعة الخليج العربي، هذه الجامعة العريقة اللي تربطنا روابط كبيرة معاها من بداية التأسيس، ولعل برامجنا احنا في وزارة الصحة كذلك مرتبطة بتأسيس الكوادر اللي موجودة عندنا سواء الطبية أو العاملين الصحيين في الدراسات الأولية بالنسبة للطب أو حتى بالنسبة للدراسات العليا في جامعة الخليج. وهذه المذكرة الآن فيها شمولية، هي لعلها توثيق للعلاقات اللي موجودة بيننا وبين جامعة الخليج اللي هي متأصلة عامة من فترة طويلة، ولكن الآن هي باكورة خلينا نقول نكتبها بالتوثيق بيننا وبين هذه الجامعة. فيها كثير من الأمور لها علاقة ليست فقط بالتدريب ولكن بالأمور البحثية كبحوث، تبادل عامة خبرات وتبادل المعلومات الرئيسية بيننا وبين الجامعة. اليوم وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، وهي من أهم مذكرات التفاهم التي وقعت مع قطاعات حكومية وأيضا مع القطاع الخاص. هي عمل تشاركي بإذن الله سينعكس على جودة مخرجات الجامعة، هي تركز على التدريب وأيضا تركز على البحوث العلمية، والجامعة بإذن الله هذه المذكرة ستتيح جميع إمكاناتها المادية والبشرية لوزارة الصحة. جاء هاي التوقيع المذكرة كتوثيق لهذه التعاون والشراكة. عندنا تعاون في مجالات عدة، منها في تدريب الكوادر الطبية وفي البحث العلمي وفي عدة مجالات.